انطلقت اليوم الاثنين في جنيف أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للصحة العالمية بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى يترأسه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة. قضية القدس كانت حاضرة في الجلسة الافتتاحية، حيث أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على تقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية للفلسطينيين في القدس الشرقية وبقية الأراضي العربية المحتلة. We will not settle for a world in which people have to choose between sickness and poverty because of the costs of paying for care out of their pocket, out of their own pockets. That's what our new GPW is about. Its aim is to focus on delivering impact in countries and making a measurable difference in the lives of the people we serve. وتناقش الدورة 71 للجمعية العامة للصحة العالمية عددا من القضايا، أهمها برنامج العمل 13 لمساعدة البلدان النامية على تحقيق الأهداف الصحية والتنمية المستدامة والتنوع البيولوجي والتغيير المناخي ومعالجة النقص العالمي في الأدوية واللقاحات وصحة المرأة والطفل. هذا المؤتمر يعني ينعقد في ظروفه العادية، يعني في التوقيت العادي للمنظمة العالمية للصحة، لكن حسينا أنه في تحديات كبرى في هذه الدورة، في تحديات خاصة في معالجة الأمراض السارية بالدول ذات المردودية المحدودة، يعني الدول النامية. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، عقد وزراء الصحة العرب اجتماعا تنسيقيا للتشاور في القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة، وتم انتخاب العماني الدكتور حمد بن سالم مديرا إقليميا لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بعد حصوله على أغلبية أصوات الدول الأعضاء في المنظمة. المؤتمر الدولي لمنظمة الصحة العالمية الذي يشهده أكثر من 90 وزيرا للصحة يتزامن مع مرور 70 عاما على إنشاء منظمة الصحة العالمية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.